نفتتحوا نشرتنا من ولاية صفاقس في متابعة للتحرك الاحتجاجي للأعوان البلدية واللي تخلف في يوم الثاني منع الأعوان المضربين رئيس النيابة الخصوصية من مباشرة مهامه وسط حالة من الاحتقان على خلفية جملة من المطالب المهنية. في ثاني أيام الإضراب اللي دعت له نقابة وأعوان موظفي بلدية صفاقس من أجل مطالب مهنية ونقابية، شهدت البلدية اليوم الصباح حالة من الاحتقان بعد مقام العمال المضربين بمنع رئيس النيابة الخصوصية من الدخول للمكتب ومباشرة مهامه. تفاجأنا بمعناها تقريبا كامل قصر البلدية معناها محاصر بالمعدات التنظيف، وذي معناها علاش تفاجأنا لأنه الإضراب معناها ما نفهموش علاش صار الشيء هذايا، باعتبار انه كيما نحترموا حق العامل اللي هو ربما يحب يضرب باعتباره مقتنع ربما بوجاهة الاضراب هذايا، يلزمنا كذلك نحترموا حق زميله اللي يحب يخدم وبالتالي يلزمه يلقى مقر العمل مفتوح، لانه هذا هو معناها شنو معناها اضراب، سينو يولي معناها كما شفناه اليوم يولي تعطيل حرية العمل. حالة الفوضى اللي عرفتها بلدية صفاقس استدعت تدخل الأمن ليرجع الأمور لنسابها، وهو ما استنكر ممثل الاتحاد العام التونسي للشغل اللي رأى أنه رئيس النيابة الخصوصية ما عنده حتى مكان بالبلدية نظرا لنهاية فترة نيابته بحكم قانوني على حد تعبيره. منذ الصباح البكر وإحنا في جدل مع إطارات الأمنية وقلنا لهم وإحنا أضربنا قانوني، واختلفنا في أنه رئيس نيابة خصوصية يدخل البلدية ولا ما يدخلش، واحنا تمسكنا بأنه ما يدخلش باعتباره أنه ما عادش عنده علاقة بالبلدية. من جهته أكد رئيس نقابة عوان وموظفي بلدية صفاقس أنه الإضراب شرعي وقانوني وجاء على خلفية تنصر رئيس النيابة من كل وعوده. أنا زاد معناتها محاضر جلسات في تسوية 20 عون معناتها منذ يعني من وقت المجلس اللي فات وإحنا نتبعه إلى يوم من هذا، وعنده قائمة اسمية فيهم يعني من 2011، إلا أنه يقول الله يبارك معناتها التصحاح ونلغي وإضراب على جهل معناتها اتفقنا، وبعد تالي معناتها نرجع من الأول جديد كونه ما اتفقناش. بين حق الإضراب والمطالب المهنية من جهة وسير العمل بصفة عادية من جهة أخرى يبقى الاختلاف وارد، لكن الأكيد والأهم أن الحلول لازم تكون بصفة سلمية وعقلانية.